قبل يعني قبل لا يتنفذ حكم الإعدام. الساعة تقريبا 2 الفجر جتنا معلومات، وكانت إن من مصدر من الداخلية نفسه، بأن غدا راح تتنفذ أحكام الإعدام، وراح بكرة الصبح تجيكم راح توصل للأهل اتصالات إن تعالوا شوفوا أولادكم لآخر زيارة، أو قد يكون أوريدي فات الأوان وتنفذ الحكم فيهم. هالحكي الساعة 2 الفجر بتوقيت لندن. الساعة 5 الصبح تتصل فينا أم الشهيد علي السنقيس، 5 ونص الفجر تخبرني اتصلوا فينا الداخلية وقال لنا نجي نزور أولادنا. أنا صراحة مني يعني صعقت بأن التحذير اللي كان هو مو تحذير غوغائي، إنما هي حقيقة، وإن الشيء مقدمين عليه. تأكدت، قلت لها يمكن هذه بلطجية، وشفنا ورالي البلطجية قاموا ينزلون تغريدات وإن راح نفذنا والحمد لله الملك صدق على الحكم. والهاي كان كابوس صراحة، كابوس بكل ما الكلم معنى، إلى درجة أن تالي حتى نتحقق طلبنا منهم عطونا الرقم بالضبط. شيكت مع أحد الأخوة اللي اتضح أن هذا الرقم اللي اتصلوا منه مو رقم سجن جو مال الزيارات العالي، هو رقم المكتب القانوني في سجن جو، معناته أن حتمية أن القضية خلاص يعني صارت بالهاي. انتظرت الحين أنا شلون أرجع لأم الشهيد وأقول لها، ترى أحذرها يعني، لأن أنت تعرف الكابوس شنو أخس شيء الإنسان ممكن يصيده، أنه يتوقع شيء وعنده أمل مكذوب وتالي يروح وينصدم بواقع كلش شيء ثاني. يعني الله يشهد، يعني كنت أكلمها أقول لها يعني أنا صراحة ابنش بس ما أعرف شلون أقول لك هالحكي، بس اسمعي يعني أنا كل ما أتكلم ويا هالأم هذه استغرب يعني شلون تكلمني بهالطريقة. قبل تقول لي أول ما هاي قالت لي أني والله العظيم أتمنى أمنية بس في حياتي إنه ولدي يستشهد، ما أمبي ولا حد يسوي، أمبي هذا ولدي يستشهد بس أمبي أمنية واحدة تصير عندي. أمنيتي هي شنو؟ إن ولدي إنه يسامح الأول والتالي، ما أمبي ولدي قبل لا يقابل رب العالمين حامل ذرة على أحد، وإن شاء الله يا رب إنه أحصل هاللحظة هذه وأشوف هذا الولد. هذه الأم اللي صراحة يعني والله يعني ما شفت صمود في حياتي بهالطريقة، شلون أنا كنت أكلم أم وتتقطع يعني تتقطع. أنا صادني موقف في 2011 لما كنت معتقل، مدة ما اتصلت لأهلي، ممنوع كان الاتصالات، وكانت فترة سلامة وطنية أربع أيام تقريبا، وما أتذكر كم بالضبط المدة. سمحوا لي الساعة 2 الفجر أكلم بيتنا، كلمت البيت، أمي رفعت التلفون، كانت تصرخ تقول انت ولدي قاعد اكلمك، انت حين عايش قدامي، انت حست شعور غريب ما كانت تتخيل انه بالفعل ولدها لازال حي. انا كلمتها الام وقلت لها ان ولدش احتمال معدوم، او ان هذه تكون اخر زيارة لكم. ردت علي قالت لي اذا شفت ولدي وان شاء الله يا رب اشوفه واللي الله يكتبه راضين بقضائه وقدره، انا راح اقول له هذه الوصيه، ان وصيتي اني يا ولدي لا تحمل حقد على احد. انا صراحه يعني اقول هاي امه تحمل فيها يعني بينها نساء بهالقوه بهالعظمه، هذا عباس السميع يعني كان صراحه يلقي كلمات، من يقدر يتكلم كلمات يقول يشوف الموت امامه ويتكلم بكل لغة انسان يرى طريق النجاة وطريق السعادة السرمدية يراها كأنما كشفها الغطاء. فيعني صراحة انا افتخر ان انا جزء من شعب اتنفس فيه عباس السميع، سامي مشامع، وعلي السنقيس.